Activate it. الفيديو ده كان مفروض يكون موجود من شهور، لكن كلكم عارفين ايه اللي حصل في الفترة اللي فاتت بين كوجيما وكونامي، واللي اثر بشكل كبير على طريقة كتابتي للسكريبت بتاع الفيديو ده. واللي حصل بينهم يمكن يكون مرتبط شوية باللي انا اتكلم عنه. ميتال جير رايزنج جزء فرعي مفروض نزل في 2013، والجزء ده فيه كلام كتير عاوزين نقوله عنه. والجزء ده في الاساس كوجيما كان خطته انه يخليه باحداثه متصل بالسلسلة ومركز على تفاصيل تخص شخصية رايدن بشكل كبير. رايدن شخصية يعني تعرضت لانتقادات كتيرة جدا في الجزء الثاني، واساسا الانتقادات دي هي ان كوجيما خلانا نلعب بيه بدل سوليد سنيك. لكن مع الوقت الناس ادركت شوية قيمة القصة والهدف من ان كوجيما خلى رايدن شخصية اساسية، والجزء التاني كان بيمثل احداث مهمة في السلسلة، وتطور الاحداث كان بشكل مختلف وغريب. عرض مين سيم مهم جدا وهو الميمز، ويرجعوا للفيديو الخاص بالمين سيمز عشان تعرفوا الموضوع ده. مع الجزء الرابع كل الناس نظرتها ناحية رايدن اتغيرت، واتغيرت من المبتدئ المغيب اللي اتعمل له غسيل مخ وبقى الشخص اللي فقد ادميته شكلا ومضمونا، واللي عنده ميول انتحارية ورغبة في انه يفضل في ارض المعركة ونكران لأي حاجة تخليه يعيش حياته بشكل طبيعي حتى لو كانت عيلته. وفي تفاصيل يعني تخص شخصية رايدن عرفناها في الجزء الرابع، وتفاصيل تخص تحوله لسايبر نينجا بالتحديد. وكوجيما قرر انه هو يعمل لعبة جديدة اسمها ميتال جير سوليد رايزنج عشان يورينا التفاصيل دي، وعرض اول فيديو ليها في E3 2010. اللعبة هتخلينا نقدر نلعب برايدن بقدراته القتالية اللي الكل انبهر بيها في الكات سينز بتاعت الجزء الرابع، وتبعدنا عن الاسلوب المعتاد اللي هو الستيلس اكشن، تبقى لعبة هاكن سلاش معمولة بنفس محرك الجزء الرابع. والكل انتظر اللعبة لانها هتخلينا نلعب برايدن بنفس الشكل اللي ظهر بيه في الجزء الرابع، خصوصا انها ممكن تقول لنا او تعرض لنا ايه اللي حصل مع رايدن قبل الجزء ده. لكن للاسف مع الوقت في مشاكل في التطوير ظهرت، وكوجيما كان معتمد على موظفين جداد وصغيرين ان هما يخلصوا اللعبة في كوجيما برودكشنز، عشان الموظفين الكبار اكيد في الوقت ده كانوا بيخلصوا ميتال جير سوليد 5 اللي كان وقتها اسمها بروجكت اوجر. والمشروع اتاخر، ومع رغبه كونامي في نزول اللعبه في اسرع وقت للاسف اضطر كوجيما ان هو يسلم المشروع لاستوديو تاني وهم بلاتنم جيمز، واللي قدموا العاب زي فانكوش وبايونيتا، وهي العاب هاكن سلاش او فيها مستوى عالي جدا من الاكشن. وتسليم المشروع ليهم اتسبب في ان المشروع الاصلي ما عادش ليه وجود، وابتدوا من الصفر سواء في القصه او الجيم بلاي. حتى الانجن ذات نفسه ما كانش هو نفس الانجن بتاع المشروع الاصلي، وجوانب الجيم بلاي مش هنتكلم عنها لان في مراجعه للعبه على القناه ممكن تشوفوها، لكن جوانب القصه هي اللي هنناقشها. وعموما التغييرات اللي حصلت خلت اللعبه مكانها وسط السلسله غير معترف بيه. ميتال جير رايزنج يعني تعتبر نون كانون سبين اوف، وحاجه جانبيه منفصله تماما، ما تعتبرش جزء من استمراريه السلسله. وده يمكن خلاصه الخلاصه اللي انا عاوز اوصلكم يعني ليه في الفيديو ده، بس تعالوا نتكلم مع بعض ونعرف ليه. وقصة اللعبة يعني مش هكلمكم عنها بشكل مفصل زي الفيديوهات اللي فاتت، بس هي خلاصتها بمنتهى البساطة هي ان رايدن بعد 4 سنين من احداث الجزء الرابع قرر يشتغل في شركة حراسات امنية اسمها مافريك، وواحد من عملاء الشركة كان رئيس وزراء دولة في جنوب افريقيا، وحصل زي هجوم مسلح على القافلة اللي بتحرس الوزير، وبعد خطفه يعني تمت عملية اغتياله، وسابوا رايدن مشلول الحركة، دراعه الصناعي اتقطع تاني وفقد عينه، ويرجعوا بعدها للشكل القديم اللي احنا شفناه في الجزء الرابع، وده عشان ينتقم من الفريق اللي تسبب يعني في الإصابة الخطيرة اللي اتصاب بيها دي. الرايزنج بتحاول تعرضه كانت حاجة جاب سيرتها في الجزء الرابع، وهو مستقبل العالم من بعد الصراع اللي حصل في الجزء ده. لو حصل ان مثلا تم القضاء على بيتريتس، العالم هيخش في فوضى من الصراع بين الشركات العسكرية الخاصة، ولو حصل ان بيتريتس استمروا على قيد الحياة، العالم اكيد هيفضل تحت سيطرتهم، وهيوسعوا سلطة الشبكة بتاعتهم بره الولايات المتحدة، وهيفرضوها كمان على المدنيين. والجزء الرابع انتهى بان الاي اي نتورك بتاعتهم اتمحت تماما، فيفضل عندنا احتمال وهو الحرب على مين يبقى الاقوى بين الشركات العسكرية الخاصة، خصوصا بعد لما بيزنس الحروب بقى اي شخص ممكن يتنافس على التحكم فيه بعد اختفاء البيتريتس. وده يمكن موضوع مش وحش انك انت تعمل لعبة عنه، رغم انه هيكون مبرر للميلكينج مع الوقت. ميتال جير رايزنج الفكرة انها كانت بتفتقر لكل حاجة مميزة في اسلوب كتابة كوجيما للاحداث والحوارات، وهي مزج بين الجدية في الاحداث ووجود مواقف فيها نسبة هزلية،
كوجيما مبدع في الحتة دي ان هو يعرف يحط لك مشهد فيه العالم على وشك مثلا انه يشهد حرب عالمية تالتة، وفي وسط الاحداث دي موقف عابر مدته دقايق يحصل فيه شيء فكاهي او كوميدي، وتلاقي على رغم من التضاد بين الجدية والفكاهة بس المشهد بيتم اخراجه بطريقة صح. ويمكن ده قريب من اسلوب مخرج زي ستانلي كوبريك في فيلم اسمه الدكتور سترينج لاف، واللي بالمناسبة كوجيما متأثر باعماله بشكل رهيب ومخرجي المفضل برضه. هل بقى بلاتنم جيمز قدروا ان هم يعملوا حاجة زي كده؟ لا، يعني بلاتنم جيمز كانوا عملوا قصة كانت مقبولة، ما اقدرش اسميها قصة لعبة في سلسلة اسمها ميتال جير سوليد، وما قدروش ان هم يحكموا الخلطة بين الجدية والهزلية زي ما كوجيما كان بيعمل. القصة كانت توصف بانها تشيزي، فيها شيء من السخافة في حتة دافع الانتقام والشخص الطيب اللي بيحاول يقضي على الشخص الشرير، وهي قصة متواضعة بمستوى مثلا لعبة تانية من بلاتنم جيمز زي فانكوش مثلا. واكتر حاجة كانت في اللعبة تعتبر كفكرة حاجة حلوة، لكن كتنفيذ وقعت في حتة السخافة، هي تأثر رايدن بماضيه. رايدن اللي عرفناه من الجزء الثاني ان هو طفل اتربى وسط الحروب، العنف والدموية اثروا عليه، وشخصيا كنت بتخيل لو فكرة زي دي وقعت في ايد كوجيما كان هيقدم قصة عاملة ازاي. اللي متخيله دلوقتي قصة مليانة مقاسي انسانية ومعروضة بطريقة عظيمة، لكن بلاتنم جيمز اللي عملوه يعني شخص بيجيله تشنجات وعينه بتحمر لما بيفتكر ماضيه وبيقطع اي شخص قدامه. وعلى سيرة وقوع القصة في ايد كوجيما وبالرجوع للمشروع الاصلي، المفروض ان اللعبة كانت احداثها بين الجزء الثاني والرابع مش بعده. كوجيما خلى الجزء الرابع هو اخر جزء على الخط الزمني في السلسلة، وده عشان ما يحصلش تعارض مع فكرة عرض السيمز اللي خاصة بكل جزء اساسي. وفي الجزء الرابع بالتحديد عرفنا تفاصيل في الحوارات بس مش اكتر عن ايه اللي حصل مع رايدن. رايدن المفروض ان هو كان انقذ صاني اللي هي بنت اولجا جورلوكوفيتش، وخصوصا ان اولجا وصته في الجزء الثاني ضروره انه يفضل عايش عشان الاشارات الحيويه في جسمه مرتبطه بحياه بنتها، فلو مات بنتها هتموت. وده كان الشكل اللي بيتريتس اكبروا بيه اولجا على مساعده رايدن في المهمه بتاعته. وعمليه انقاذه لصاني اتسببت في تعرضه لاصابات خطيره، خلت دكتور مادنر اللي ظهر في الاجزاء الاولانيه على ام اس اكس والفاميكوم انه يعالجه باستبدال جزء كبير من جسمه باجزاء اليه. والفكره كمان ان رايدن انقذ صاني من بيتريتس ذات نفسهم، فالواحد بيسأل نفسه سؤال، هو راح لهم ازاي او راح لايه اصلا؟ البيتريتس كانوا في التوقيت ده اتحولوا لمجرد AI وزيرو اختفى تماما، فحاجة زي دي كان من ممكن عرضها يعني في اللعبة وتعمل زي فليش اوت للاحداث عشان نعرف ايه اللي حصل وتعرضها قدامنا. احنا عارفين ايه اللي حصل بس في جانب من المتعة انك انت تشوف الكلام ده قدام عينك. والفكرة ان ميتال جير رايزنج من المحتمل تبقى زي سلسلة وكونامي تستمر في انتاجها، خصوصا مع خروج كوجيما من الشركة. والحاجة اللي ممكن يتم استغلالها عشان السلسلة دي تستمر هي عرض الاحتمالات اللي تخص عالم اللعبة من بعد الجزء الرابع، وكوجيما ما عملش القصة عشان تفضل مستمرة عمالة على بطال زي ألعاب تانية كده. وكوجيما عمل السلسلة دي عبارة عن دايرة فيها حلقات مفقودة كملها في أجزاء زي التالت وبيس ووكر، وهيكملها بالخامس كمان، وكل جزء يعني هدف معين بيخدم اللي قبله أو اللي بعده. وطبعا اللي هتشوفوه مع الوقت يعني صدور اجزاء بدون هدف يذكر، وتيجي تفكر من زاويه ابعد قدمت ايه الاجزاء للسلسله دي هتلاقي ان مفيش. وعموما الله اعلم ايه اللي ممكن نشوفه هيتقدم للسلسله مع الوقت من غير كوجيما، بس كلنا لازم نعرف ان النهايه الفعليه للسلسله هي الجزء الخامس والجزء اللي هيكمل الدايره اللي احنا قلنا عليها، وهيربط بين فترتين في احداث السلسله وهي بيج بوس ايرا من اول الستينات لحد الثمانينات، وسوليد سنيك ايرا من اول التسعينات لحد سنه 2014 اللي هي كانت بتحصل فيها ميتال جير سوليد 4 اخر جزء على التايم لاين بتاع اللعبه. وفي الفيديو اللي جاي هقول لكم على ايه المفروض نستناه من الجزء الخامس من ناحيه القصه بالتحديد. انا عارف ان ميتال جير رايزنج ممكن يكون بعض الناس عجبتهم او شايفينها لعبه خفيفه تسلي وقتهم، بس سلسله زي ميتال جير سوليد عمرها 28 سنه، وجود كل جزء فيها بيضيف حاجه للقصه، وللاسف الجزء ده يمكن ما ضافش حاجه جديده تماما. واتمنى الفيديو ده عموما يكون عجبكم، واستنوا الفيديو اللي جاي اللي هيكون اخر فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي انا بدأتها من اول السنة عن ميتال جير سوليد.